دكتور محمد صباح النور. صباح الخير، كيف الحال؟ الحمد لله. إذن دكتور محمد، نتحدث على اضطراب ما بعد الصدمة، وطبعا سمعنا تقارير هكا نوعا ما مخيفة، معناها وقت اللي نقولوا خاصة وأنه قد يكون هو الموجة التالية من كوفيد 19. هل العزلة اللي فرضتها علينا جائحة كورونا هي السبب الرئيسي في طبعا في حصول اضطراب ما بعد الصدمة؟ ممتاز. يعني احنا زي ما حكيته في المقدمة، إذا كان الكوفيد 19 زلزال وغير في كثير من حياة الناس، فالموجات الارتدادية تسونامي اللي ما بعد هذا الزلزال هي عبارة عن الاضطرابات النفسية. احنا بس نحكي عن الاضطرابات النفسية اللي ممكن تنتج عن كوفيد 19، نحكي عن اكتئاب، اضطراب في التأقلم، نحكي عن وسواس، وبنحكي برضو عن اضطراب توتر ما بعد الصدمة، أو المسمى الثاني اضطراب الكرب ما بعد الرض. يعني التوقعات بناء على الجوائح السابقة، لأن تعرف إحنا مش أول مرة بنعاني، ولكن بهاي الدرجة والعالم فهذا يعني أول مرة. التوقعات إنه تكون الآثار النفسية كبيرة، واحدة منهم اضطراب التوتر ما بعد الصدمة. السبب الأساسي لاضطراب التوتر ما بعد الصدمة إنه الشخص يصاب في صدمة كبيرة ممكن تهدد الشعور بالأمان عنده، أو الشعور بالأمان لناس المحيطين فيه والناس اللي بيهتم فيهم. يعني إحنا كنا في الزمانات بس نحكي عن اضطراب توتر ما بعد الصدمة ونتناول الصدمات، نحكي عن الحروب ونحكي عن الكوارث، ولكن اللي لاحظناه إنه الصدمات ممكن تكون زي ما حكيت أنت، بس تغير في نمط الحياة، العزلة، التوتر الشديد، الخوف الكبير من المجهول ومن المرض، ممكن يشكل صدمة ينشأ بعدها الاضطراب البي تي اس دي، اضطراب توتر ما بعد الصدمة. ولكن الأخطر في هذه الجائحة أو الناس المعرضين أكثر اللي هم الناس اللي تعرضوا للالتهاب الفيروسي واللي صار عندهم مضاعفات واضطروا يدخلوا الإنعاش ونحطوا على الأجهزة التنفس الصناعي. الناس الثانيين المعرضين للصدمة اللي هم الطواقم الطبية اللي الخط الدفاع الأول اللي في المواجهة مع هذا الوباء بشكل مباشر، وبشوفوا الأهوال. يعني تعرف اللي تعرضوا للإنهاك الطبي من كبر من عظم الوباء. برضو حتى الناس اللي ما تعرض أي شيء، اللي موجودين في البيت، اللي بتعرض له، اللي بعدوا عن الناس، برضو معرضين يصابوا بهذا الاضطراب. طيب دكتور محمد، يعني نعرف انه بصراحة الكلمات حتى اللي سمعناهم، فكرة التسونامي، فكرة اللي يمكن انه ما بعد كوفيد 19 قد نعيش حاجات اخطر، هو في حد ذاته يسبب نوعا ما من الاثار النفسية السلبية في حال نسمعوه. وذكرت حضرتك انه قد يصيب عدد كبير من الناس، خاصة اللي كان عندهم الكوفيد 19 وشفيوا منه، وما بعد ذلك ايضا الاطقم الطبية وحتى الاطفال والعائلات اللي كانت في عزلة كبيرة. يعني هالدراسات هذه تقول أنه الأمر قد يستغرق شهورا أو سنوات قبل أن تظهر علامات اضطراب ما بعد الصدمة، هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح. وإحنا ليش بنستخدم كلمات كبيرة وليش بنهتم في الموضوع وليش يعني بنعلي صوتنا في هذا الموضوع؟ لأنه الموضوع حقيقي، والموضوع يعني المواجهة هاي يعني حتمية وجاية تمام. والأثر النفسي بشكل عام والاضطرابات النفسية والأثر البي تي اس دي، الاضطراب التوتر ما بعد الصدمة، أثر كبير على هذا الشخص. فإحنا إذا بنعلي صوتنا مش مشان نخوف الناس أو أكيد إنه نرهب الناس، إحنا بنعلي صوتنا مشان الناس تهتم في هذا الموضوع، مشان الواضعين السياسات يكون في بالهم هذا الموضوع. يعني إحنا شفنا الاهتمام الكبير في السيطرة على الكوفيد 19 وهو طبعا أساسي ومهم، ولكن مش ملاحظين الاهتمام المفروض في موضوع الاضطرابات النفسية القادمة، خاصة إذا احنا بنحكي عن بلادنا العربية. احنا عدد الأطباء النفسيين وعدد مقدمين الخدمات النفسية ومستوى الخدمات النفسية مش على مستوى عالي، فلازم يكون في اهتمام كبير في هذا الموضوع. لأنه زي ما حكيت احنا ما بنحكي
فقط عن فترة الجائحة اللي هي ممكن الشخص يصير عنده توتر أو قلق أو اضطرابات نفسية. إحنا بنحكي ما بعد هذا الجائحة صحيح. وممكن الموضوع يمتد شهر وشهرين وسنة وسنتين. طيب دكتور محمد، طبعا هذا الإشي نعم وارد. عذرا أنه أنا نقاطعك، ولكن نحب نستفيد جدا من وجودك معنا طبعا في الوقت القليل اللي قعدلنا. خلينا نتعرف معك على علامات أو عوارض هذا الاضطراب في حال أنه شاهدنا حد من محيطنا أو حتى نحن شخصيا، ما هي العوارض وكيف يمكن أن نتجه إلى سبل للوقاية أنه ما يصيرش عنا اضطراب ما بعد الصدمة بشكل كبير؟ ممتاز. الشخص اللي بيعاني من اضطراب توتر ما بعد الصدمة بده يكون تعرض لصدمة، صدمة كبيرة بالنسبة له أثرت على شعوره بالأمان. ممكن يكون برضو سمع خبر، ممكن يكون حدا ثاني تعرض لهاي الصدمة بتأثر عليه، بدها تقعد هاي الأعراض أكثر من 4 أسابيع، بصير يعاني من كوابيس، بصير يحلم مزج في نفس الصدمة، بيشوف فلاش باكس يعني بيعيش نفس حالة الصدمة الأحداث، بصير عنده يقظة عالية إنه الشخص بجفل بسرعة، ممكن أي إشي يعني على طول ممكن ينقذ، بصير يحاول يتجنب الأشياء اللي بتذكره في هاي الصدمة، يتجنب الأشخاص، يتجنب الأماكن اللي ممكن يتذكره في مثل هاي الصدمات. بتأثر على مشاعره، بصير عنده خدران في المشاعر، بصير الشخص خلاص مطفي، ما نفسه يعمل أي إشي، بنعزل عن الناس، بيبعد عن الناس، ممكن يصير عنده أعراض الاكتئاب، مش مبسوط، مش مرتاح، ممكن يصير في عنده اللي احنا بنسميها اضطرابات التبددية، يصير يفصل عن المحيط، يفصل في الذاكرة، يفصل في هذه المشاعر، بتأثر على تفكيره، على تركيزه، بصير ينسى كثير، بصير عنده دائما مستوى عالي من الخوف والقلق والرهبة. يعني هاي معظم الأعراض اللي ممكن يصيبها، زي ما حكينا 4 أسابيع، بتأثر على حياته، بتأثر على علاقاته الاجتماعية. أهم شيء في دقيقة دكتور محمد، دكتور محمد في دقيقة أبرز الأعراض الجسدية والتعافي من فكرة الاضطراب ما بعد الصدمة. ممتاز. أهم إشي الشخص يكون عنده وعي عالي على الذات، يراقب نفسه، يشوف إنه إذا هاي الأعراض موجودة عنده، يعرف إنه إذا بيعاني من هاي الأشياء، مشان يلجأ للمساعدة. طبعا المهم في هاي الفترة كيف أحمي حالي إنه ما يصير عندي هاي الاضطرابات أو هاي المشاكل. الحكي التقليدي، يحافظ على روتين معين في حياته، رياضة، تمارين الاسترخاء، تمارين التنفس، يحاول يبعد عنه الأفكار. العزلة ترى يعني قاتلة، فلازم نحن نحكي عن تباعد جسدي بس ما بنحكي عن تباعد اجتماعي. لازم يكون في تواصل، زي ما كان الفيديو قبل ما بلشنا، انه يكون العائلة والأسرة موجودين، التواصل، احكي دائما مع حدا موجود، ودائما يعني نتأمل خيرا يعني، وزي ما بنحكي دائما اللي هي الأرزاق والأجل بإيد رب العالمين، وهاي المفهوم العقدي هو اللي ممكن يحمينا في خلال المجهول الكبير اللي بنمر فيه. صحيح. دكتور محمد الخويجة، نحن نشكرك جدا على حضورك معنا وعلى كل المعلومات اللي أفدتنا بها اليوم. نتمنى أنه نعاودوا طبعا الحديث عن هذا الموضوع بتفاصيل أخرى إن شاء الله، لأنه مهم جدا أنه نتعرف عليه. يعني نتمنى العافية للجميع وبالسلام إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى دكتور محمد، شكرا لك.